أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكاية والقصص. قصتنا اليوم بعنوان من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، وهي من القصص المعبرة والمشوقة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا ما كان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. في قديم الزمان عاش في الأيام الخوالي زوج وزوجته وابنهما الوحيد في مدينة بعيدة، وقد كانت هذه المدينة مشهورة بالتجار والتجارة على جميع أصنافها، لذلك رب الوالد ولده الوحيد على البيع والشراء منذ صغره، فأصبح يرافق الابن والده في السفر والتجارة ويتعلم منه الكثير. وكان فتى لطيفا هادئا ورعا، وبعد أن أنهى دراسته وأصبح ملما وعالما في أصول التجارة، أعطاه والده سفينة كبيرة مليئة بأصناف البضائع المختلفة كي يطوف في أنحاء العالم ويتاجر بها ويصبح غنيا مثل أبيه. ولكن في البداية اعترضت الأم خوفا وخشية على ولدها الحبيب، وكانت تقول ما حاجتنا إلى هذه الأسفار التي تعرض ولدنا الوحيد إلى الهلاك، والبحر كبير ولا يمكن أن نأمن غدره. إلا أن الأب أصر على طلبه، وذلك حتى يتعلم هذا الفتى التجارة وتصقل شخصيته وتعظم خبرته من السفر والترحال. وفي النهاية ودع الابن والديه، والعبرات تملأ وجنتي أمه، ورافقاه إلى الميناء حيث انتظرته سفينة عظيمة مملوءة بكل ما لذ وطاب من البضائع. في البداية قلق هذا الشاب وخاف من سفره هذا، إلا أن والده كان يدفعه دفعا ويذكره بالأسفار التي شاركه فيها، فيعود الهدوء والاطمئنان إلى قلبه. واستلم الشاب السفينة وأمر البحارة بالإبحار إلى عرض البحر، واستمر الحال بالفتى يطوف المدائن ويحط في شواطئها، حتى استرعى سمعه من إحدى السفن القريبة من سفينته في مرفأ بعيد إنه البكاء والنحيب، فتوجه إلى هذه السفينة وسأل ربانها عن الصوت الغريب. فقال له ربان السفينة أن السفينة مليئة بالعبيد الذي اشتراهم من مناطق مختلفة، وهو الآن متوجه إلى المدينة الكبيرة إلى سوق النخاسة لكي يعرضهم للبيع. رق قلب ابن التاجر للبكاء والنحيب الذي لم يتوقف، وقال للربان سوف أشتري منك كل هؤلاء. فسر الربان لهذا الاقتراح، وبعد كثير من المساومة أعطى هذا الشاب كل ما كان على سفينته بالإضافة إلى الأرباح التي كسبها، ولم يتبقى معه إلا القليل القليل للعودة إلى بلاده في سفينته. عندئذ أحضر الشاب العبيد أمامه وسأل كل منهم عن بلاده، وقال لهم جميعا إن لهم الحرية في أن يعودوا إلى ديارهم دون مقابل. وكم كانت فرحة العبيد بهذا القرار، وتحول البكاء المرير إلى ضحك وسعادة تملأ الميناء. ومن بين العبيد جاءت امرأة عجوز وقد أمسكت بيد فتاة بغاية الحسن والجمال، وقالت للفتى يا سيدي إن بلادنا بعيدة ولا نعرف كيف نعود إليها، ونراك من الأبناء البررة الذين يخافون الله، دعنا نرافقك، فأنا مربية هذه الفتاة وهي لا تعرف شيئا في هذه الدنيا. نظر الشاب إلى الفتاة فأعجب بجمالها، وفي النهاية وافق على طلب العجوز فرافقتاه إلى بلاده. وأثناء العودة
تعرف الشاب على الفتاة وقويت أواصر العلاقة بينهما وكتب الله لهما الزواج بعد أن أحب كل منهما الآخر. وبعد عدة أسابيع عاد هذا الشاب إلى بلاده خاوي الوفاض، إلا من زوجة ومرافقتها والبحار الذين رافقوه في سفره. وحين وصل إلى بلاده استقبله الوالد وسأله عن السفينة المحملة بالبضائع وما هي الأرباح من هذه الأسفار، ولكن الفتى أخبره بكل ما حدث معه وكيف أنه في النهاية تزوج فتاة لا أصل لها ولا فصل، قد وجدها بين العبيد. غضب الوالد أشد الغضب على ابنه الذي كان يظن أنه سيعود محملا بالذهب والفضة، وطرده من البيت ليعيش مع زوجته ومربيتها في كوخ صغير. وكان دائما يرسل إلى والده يطلب منه الغفران والصفح له عما جرى. وفي النهاية ومن خلال مساع قامت بها الأم والأصدقاء غفر له والده ذنبه وأحضر الابن مع زوجته ومربيتها للعيش معهم، وقال له: يا ولدي، أنا لا أملك في الدنيا سواك، ولا أريدك أن تخسر كل أموالك نتيجة طيبة قلبك، فهنالك الكثير من الأشرار الذين يستغلونها، فكن حذرا في إنفاق كل ما تملك. وبعد فترة وجيزة حضر له الأب سفينة أخرى أكبر وأعظم من الأولى مليئة بالبضائع النفيسة والنادرة، فودع الشاب أهله وزوجته واتكل على الله واضعا نصب عينيه كلام والده، وقال لنفسه: لن أخذل أبي هذه المرة إن شاء الله. وفي يوم من الأيام نزل من سفينته متجها إلى المدينة، حيث رأى في السوق الكبير الكثير من العساكر الذين يسوقون بعض الناس التعساء الفقراء إلى السجن. وحين سألهم: لماذا تسوقون هؤلاء المساكين إلى السجن؟ فأجابه أحد الجنود: لم يؤدوا ضرائب الملك، لذلك نأخذهم إلى السجن. ويا لطيبة الفتى، رق قلب الفتى وسأل أن يقابل الحاكم وقال له: بكم يدين هؤلاء المساكين؟ وبعد مساومة مع الحاكم وافق الأخير أن يطلق سراحهم مقابل كل ما معه من بضائع، ولكن الفتى لم يتردد لحظة واحدة ووافق على ذلك، وقال في نفسه: سوف يغضب أبي مني مرة ثانية، ولكني لا أستطيع أن أترك هؤلاء المساكين. وأدى ديون المساكين وعاد صفر اليدين إلى بلاده. وحين وصل إلى بلاده خر على قدمي والده يطلب منه السماح، غير أن هذه المرة كان غضب الوالد أشد وأكبر وطرده مع زوجته والمرافقة مرة أخرى. وما الذي يسع الفتى الشقي هذا أن يفعله في هذا العسر الشديد؟ فعاش مع زوجته والمربية في بيت رث قديم، وتوالت الأيام والشهور والسنوات والابن يعيش وحيدا، لكنه لم ييأس من رحمة والده، حيث خلال هذه الفترة ولد له ولد في غاية الحسن والجمال. وكم كانت فرحة الشاب وأمه به، فذهب الشاب إلى أبيه كي يستعطفه والولد الصغير يرافقه. وما إن رأى التاجر الكبير ابنه وحفيده في حالة يرثى لها رق قلبه وسامحه بعد سنين، وعاش معه مرة أخرى في كنفه يساعده في التجارة. ومرة أخرى نادى الأب على ابنه الشاب وقال له: إنها الفرصة الأخيرة لك يا ولدي، فلا تبذر الأموال على أمور تافهة، وعد إلينا بربح وفير. وحضر له سفينة عملاقة أعظم وأكبر من سابقتيها محملة بكل ما لذ وطاب من البضائع. وطلب الشاب من أبيه طلبا غريبا، وهو أن ينحت في مقدمة السفينة صورة لزوجته، وفي آخرها صورة لابنه حتى يتسنى له رؤيتهما دائما، وذلك كان من شدة حبه لهما. ووافق التاجر الكبير على طلب ابنه، وهكذا كان.
فودع الابن والديه وزوجته وابنه، وركب السفينة التي شقت البحر تمخر فيه بكل قوة وصلابة. وبعد عدة أسابيع وصل إلى مدينة كبيرة يعيش فيها ملك عادل يحبه جميع الرعية، فأطلق تحية للمدينة وهو يلقي المرساة، فتعجب السكان جميعا وكذلك الملك، ولم يكن يعلم أحد من يكون هذا القبطان في هذه السفينة العظيمة. وفي الظهيرة بعث الملك واحدا من وزرائه لسؤاله من يكون وما سبب مجيئه إلى هذه المدينة، وحمل الوزير رسالة تفيد بأن الملك سوف يأتي في اليوم التالي ليرى السفينة بنفسه. وحين وصل الوزير رأى صورة الفتاة في مقدمة السفينة وعرف من تكون، فقد كانت ابنة الملك التي اختفت منذ فترة طويلة مع مربيتها، ولم يتعرف على صورة الابن، ولم يجرؤ من شدة الدهشة والسرور أن يصدق عينيه، ذلك أنه كان وعد بالزواج من الأميرة وهي لا تزال صغيرة قبل أن يفقدوا أثرها، غير أن الوزير لم يخبر أحدا بما رآه. وفي اليوم التالي توجه الملك مع حاشيته لزيارة السفينة العظيمة ولقاء ربانها. صعد الملك والوزراء وسألوا التاجر الشاب من يكون ومن أين جاء، وبينما كانوا يجوبون في السفينة رأى الملك صورة ابنته على مقدمتها وعجز عن معرفة صورة الابن، فغرورقت عيناه بالدموع والفرحة تملأ قلبه، ودب الأمل في قلبه بعد أن تملكه اليأس في إيجاد وحيدته الأميرة، فلم يجرؤ أن يصدق عينيه، ودعا التاجر الشاب إلى قصره لكي يحكي له عن مغامراته، عساه أن يكشف على هذا النحو إن كان لأماله ذلك الأساس المتين. وعند الظهيرة ونزولا عند رغبة الملك توجه هذا الشاب إلى القصر، وقد أحضر معه أنفس البضائع وأجمل هدية للملك. وعند اللقاء لم يستطع الملك الصبر وسأله عن صورة الفتاة في مقدمة السفينة، فحكى له الشاب عن مغامراته وكيف وجد هذه الفتاة مع مربيتها بين العبيد الذين حررهم ورافقها إلى بلاده بعد أن تزوجها، وولد له ولد منها صورته هي التي كانت في آخر السفينة. ففاضت عيني الملك بالدموع وأخذ يجهش في البكاء، وهذا الشاب لا يدري ما سبب بكاء الملك، ولكن الملك استرد قدرته على الكلام وأخبر الشاب عما حدث مع الأميرة، حيث كانت مع مربيتها في موكب لزيارة المدينة المجاورة، وقد اختفيتا منذ ذلك الحين ولم يرها منذ ذلك الوقت، فعانق الملك التاجر وضمه إلى صدره وهو غير مصدق ما يحدث. أما الشاب فقد أصابته الدهشة والاستغراب وبلع كلامه في فمه لا يدري ما يقول، وأردف الملك: مرحبا بك يا صهر العزيز، ستكون وريث عرشي، عد إلى موطنك وأحضر زوجتك وابنها لعلي أراهما قبل موتي، وأحضر والدك والوالدة، وبع كل ما تملك في تلك البلاد وتعالوا جميعا هنا تعيشون في قصري وفي كنفي. يا لدهشة الشاب مما يحدث، نزلت دموعه غير مصدق ما يحدث معه. ثم دعا الملك الملكة والوزراء وأخبرهم بكل ما حدث مع هذا التاجر الشاب، فكانت بهجة عظيمة وفرح أهل البلاط والمدينة جميعا لهذا الحدث العظيم. وبعد ذلك أعطى الملك سفينته الخاصة المجهزة بأتم السلاح والعتاد مع جنود مرافقين وأسلحة لحماية صهره، وطلب من الوزير المقرب أن يرافقه في سفره حتى يطمئن على سلامته وسلامة ابنته وولدها. وكان ذلك الوزير الذي وعد بالزواج، فوجدها فرصة ليحيي الأمل المفقود منذ زمن بعيد في زواج الأميرة. أبحرت سفينة الملك وعليها التاجر الشاب والوزير والجنود متجهين إلى موطن الفتى،
وبعد فترة من الزمن وصلت السفينة مرفئ موطنه وتوجه في الحال مع الوزير الذي لم يصدق كل ما يحدث إلا عند رؤية الأميرة. فقص الشاب على أبيه ووالدته كل ما حدث معه في سفره، فطأطأ الأب رأسه وحضن ابنه ونظر في عينيه وقال: إن عمل الخير لا تعدم جوازيه. وتوجه الشاب في الحال إلى بيته، وما إن فتحت المربية الباب حتى هرع إلى زوجته وحضنها بكل قوة والدموع تنهمر من مقلتيه، ويقول لها: يا أميرتي، لماذا لم تخبريني عن حقيقة أمرك؟ وضمها بشدة وهي لا تعرف ما حدث معه، فسألته عما جرى، فأخبرها كيف أنه وصل إلى بلادها وكيف لاقى الملك والملكة وأنه في غاية الفرح والسرور. فبكت الأميرة من شدة الفرح وقالت: يا زوج العزيز، لو أخبرتك بالحقيقة أكنت ستصدق كلامي؟ فمن يصدق جارية من العبيد أنها أميرة؟ وأردف قائلا: سنعود جميعا إلى بلادك وموطنك لكي نعيش هناك في كنف والدك الملك. حضنت الزوجة زوجها وشكرته على كل الخير الذي عمله معها، ووعدته أنها ستكون الزوجة الأمينة المخلصة له طوال العمر. وباع التاجر الكبير كل ما كان يملك وتوجهوا جميعا إلى السفينة عائدين إلى الملك بصحبة الوزير، والفرحة تملأ قلوبهم. غير أن الوزير كان في أشد الغيظ والحسد، ولن يترك هذا الشاب التاجر الذي جاء من أقصى البلاد ليحطم حلمه، فأخذ يفكر في قرارة نفسه في كيفية التخلص من هذا الشاب. وأبحرت السفينة عائدة إلى الملك وموطن الأميرة، غير أن الوزير عزم على التخلص من زوج الأميرة والوريث الوحيد للملك. وحين ابتعدوا في البحر دعا الوزير الشاب إلى ظهر السفينة ليتجاذب أطراف الحديث معه، وصعدا إلى ظهر السفينة، وفي لحظة تربص من الوزير دفع الشاب إلى اليم، وسقط الشاب في البحر العميق والسفينة تبحر مسرعة. فنادى بأعلى صوته ولكن دون جدوى، فعاد الوزير إلى مخدعه وكأنه لا يعرف ما حدث. فأخذ الشاب يصارع على حياته حتى وجد قطعة من الخشب طافية على وجه الماء فتشبث بها، وغاب عن الوعي لشدة تعبه وهو يصارع البحر. وبعد عدة أيام وجد الشاب نفسه في كوخ قديم على شاطئ البحر ولا يدري ما حدث معه، غير أنه كان متأكدا من خدعة الوزير ومحاولة قتله، ولكن لا يدري ما السبب. فحضر إليه رجل كبير في السن وقد أحضر معه القليل من الطعام، فسأله الرجل عما حدث معه، فأخبره هذا الشاب بكل ما حدث وكيف أنه خدع من الوزير. فابتهل وجه الرجل وضحك وقال له: أيها التاجر الطيب، من يعمل عملا خيرا لا بد أن يلقى جوازيه. ولم يعرف الفتى عما يتحدث الرجل، فأخبره الأخير أنه إحدى الرجال المساكين الذين دفع ديونهم للملك وأطلق سراحه، وأخبره أنه وجده بالصدفة عندما كان يصطاد السمك على لوح خشبي وقد كان مغشيا عليه. فدهش هذا الشاب لهذا الحديث وقال: الحمد لله على كل شيء، وبكى من شدة فرحه، وقد ضم الرجل الشيخ إلى صدره وهو يشكره على صنيعه. أما من بقوا على متن السفينة اكتشفوا في الصباح أن هذا الشاب قد اختفى، وظنوا أنه غرق في البحر، فراحوا ينتحبون ويبكون، وقد ندبته زوجته وأبوه وأمه. أما الصغير فكانت الدموع تملأ عينيه على فراق والده الحبيب. وحين وصلت السفينة إلى مدينة الملك وأخبروه في المصيبة التي أحاقت بهم، فلم يعرف الملك أيفرح لعودة ابنته المفقودة الغالية أو يبكي على الشاب الطيب الذي أنقذ ابنته من براثن الأشرار.
وحزن البلاط كله أشد الحزن، باستثناء ذلك الوزير الخائن الذي كان يظهر حزنه ويبطن الفرح في قلبه لتخلصه من الوريث الوحيد. وأبقى الملك على والدي ووالدة الشاب وقربهم منه كما رتب في السابق، ولم يتخلى عنهم، ولكن ذلك لم يعوضهم عن خسارة وحيدهم وقرة عينهم. وفي هذه الأثناء استرد الشاب صحته وعادت إليه قوته، وطلب من الشيخ أن يساعده في الوصول إلى مملكة الملك، فرد عليه الشيخ بأنه سيعمل قصارى جهده لمساعدته، فذهب إلى جيرانه وإلى معارفه والمساكين الذي ساعدهم هذا الشاب وأخبرهم بكل ما حدث معه، فتأهبوا جميعا لمساعدته، وجمع كل ما يملكون من أموال حتى يسافر هذا الشاب إلى المملكة البعيدة. وبعد جهد جهيد جمعت الأموال التي تمكن من خلالها هذا الشاب لاستئجار سفينة تصل به إلى الشاطئ بأمان، فودع الحضور ووعدهم بالمساعدة عند وصوله المملكة. وبعد عدة أسابيع وصل الشاب إلى مدينة الملك، فمضى متخفيا وجلس بقرب باب القصر، وكان كل ما يملك خاتم الزواج في إصبعه. وفي المساء أخذه خدم الملك إلى الفناء وقدموا له ما تبقى من طعام. وفي الصباح وقف على باب الحديقة وهو في ملابس رثة قديمة ولم يتعرف عليه أحد، لكن البستاني جاء وأبعده من هناك قائلا له إن الملك والعائلة على وشك الوصول من ذلك الطريق. فابتعد الشاب قليلا وجلس قريبا من زاوية الحديقة، وسرعان ما رأى بأن الملك يتمشى مع أبيه، والملكة مع أمه، وزوجته مع الوزير الخائن الذي ظن أنه تخلص من التاجر الشاب وقد ابتسمت له الحياة من جديد، ولم يكن يود أن يظهر لهم ويعرف بنفسه خوفا من الوزير. غير أن الزوجة الأميرة حين مروا بجانبه وأعطوه من بقايا الطعام ظانين أنه متسول، لاحظت خاتم الزواج بإصبعه، ولأنه لم يخطر لها أن هذا المتسول هو زوجها قالت له أرني هذا الخاتم الذي في إصبعك. فخاف الوزير الذي كان يمشي معها وقال لا عليك يا أميرتي، لماذا تتحدثين مع متسول غريب؟ لكنها لم تصغ له وأخذت هذا الخاتم من إصبعه، واضطرب قلبها، لكنها أخبرت الملك بأنها تعرفت إلى خاتم زوجها مع ذلك المتسول الذي كان بجانب الحديقة، وقالت له اسمح لي يا مولاي أن نتحدث مع هذا المتسول ونسأل من أين أحضر هذا الخاتم. وفي قلبها بصيص من الأمل في نجاة زوجها. وعند حضوره أمام الملك وسؤاله عن الخاتم لم يتمالك نفسه وكشف عن هويته. وعندها حاول الوزير الهرب بعد أن عرف أنه قد انكشف، إلا أن الملك أمر بالقبض عليه عندما سمع ما حدث مع التاجر الشاب وكيف ألقى الوزير به في عرض البحر وكيف أنقذه بعض الصيادين بعد أن تمسك بلوح خشبي حمله أيام عديدة. وأردف يقول الشاب للحضور جميعا ها أنتم ترون الآن كيف أعادني الله وحسن المعاملة إلى أهلي وزوجتي وابني. وحين سمعوا هذا الكلام لم يتمالك أي أحد منهم لغرابة الحكاية، وانهالوا عليه جميعا يحضنونه ويقبلونه لنجاته من الموت. وقال الشاب لأبيه التاجر لقد عاقبتني يا والدي على إسرافي وتبذيري على هؤلاء المساكين، ولكن الله شاء أن تكون نجاتي على أيديهم. فحضن الأب ابنه باكيا وقد تأسف عما جرى وقال له ونعم الابن أنت. وضم هذا الشاب زوجته وابنه في حضرة الجميع، والبلاط في سكون غريب غير البكاء الذي طال الجميع من شدة الفرح والحبور. فقاطع الملك الهدوء بأعلى صوته
آمرا بإحضار الوزير الخائن، وسأله عن السبب الذي قام من أجله للتخلص من صهره. فقال الوزير وهو يطلب العفو من الملك أنه قد وعد بالزواج من ابنته، وعندما عادت الأميرة عاد إليه الأمل من جديد، ولكن كان عليه أن يتخلص من هذا التاجر الشاب. فغضب الملك عليه غضبا شديدا وأمر بقتله في الحال، إلا أن هذا الشاب تدخل وطلب العفو من الملك على أن يترك الوزير ويأمره بمغادرة المملكة. وهكذا كان، وأقيمت الولائم ودقت الطبول لعودة الوريث الوحيد إلى المملكة، وقد استمرت الأفراح والاحتفالات فترة من الزمن عاش بها الرعية والبلاط في سعادة وهناء. وبعد سنوات قليلة مات الملك، واستلم هذا الشاب عرشه وأصبح الملك مكانه، فكان خير الملوك، وعاشت الرعية في رفاهية من العيش لم يعتادوا عليها. وفي يوم دخلت الزوجة على الملك وهو جالس يفكر في أمر ما، فقاطعت خلوته وسألته عما يجول في خاطره، وقالت ما بك يا ملك العزيز، أراك مطرقا في التفكير. فتنهد الملك وقال لها زوجتي العزيزة، أنت تعرفين ما حدث معي من مصائب ونوائب، وما زلت أفكر بالصياد الذي أنقذني وبهؤلاء المساكين الذين جمعوا كل ما يملكون لإنقاذي. فنظرت الملكة إلى وجهه وقالت يا طيب القلب، أنت الآن الملك ولك ما تريد، فأمرك مطاع والناس جميعا تحت أمرك، لماذا لا تساعدهم وترسل لهم ما يكفيهم من طعام وشراب وأموال؟ فقال لها إني أفكر بشيء آخر يا عزيزتي، وأريد أن أشاورك في الأمر. قالت قل لي يا زوج العزيز. قال الملك أريد أن أحضرهم جميعا للعيش معنا في هذه المملكة، وأن أهيئ لهم جميع سبل العيش الكريم. فابتسمت وقالت لك ما تريد وإني أوافقك الرأي. فحضنها فرحا وأمر في الحال جميع الحاشية بتحضير جميع السفن التي كانت في هذه المملكة لإحضار هؤلاء المساكين. وفي الحال كانت السفن تنتظر أوامر الملك. فحضر بنفسه وقاد المراكب جميعا، وكان ابنه في صحبته الذي أراد أن يعلمه عمل الخير وأن ينشئه على حسن الأخلاق والتصرف الحسن. وبعد مضي عدة أسابيع وصل الملك بنفسه إلى ذلك الكوخ القديم الذي كان يملكه ذلك الشيخ، وما إن دخله حتى عرفه الشيخ، فسالت الدموع من عينيه وهو لا يصدق ما يرى. فحضنه الملك وأخبره أنه قادم بأسطول ضخم ليصاحب الجميع ليعيش معه في مملكته. وكم كانت الفرحة عظيمة لهؤلاء المساكين الذين ركبوا في هذه السفن، وقد كان الملك بنفسه يساعدهم على الصعود. وبعد أن امتلأت السفن عادت إلى الديار، وهناك أقام الملك لهم مدينة بقرب مدينته، وخصص لهم كل ما يريدون ليعيشوا حياة سعيدة. وبهذا استقر الملك في قصره، وقد عاش مرتاح البال يحكم بالعدل والحكمة بين جميع رعيته، يرافقه زوجته الملكة الحكيمة وابنه ولي عهده، وجعل لأبيه وأمه جناحا خاصا بهما حتى آخر يوم في حياتهما. وفي يوم نادى الملك على ابنه الصغير ولي عهده وقال له أي بني، احفظ ما أقول، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه. انتهت الحكاية.